إذن رغم أن المكتفين لا يوجدان إلا أن الشرط لا يزال موجودا على البوضة. ومنه سنقوم بفصل هذا المكون، أي هذا الديود هنا الأول. إذا اتضح أنه هو المسبب للعطل، فمن الأفضل تغيير ثلاث ديودات المشابهة لبعضها. كما لاحظتم أننا وجدنا الشرط على ثلاث قطع في البوردة، وقد قمنا بنزعها بثلاثتها كما تلاحظون، هي هذه. قمنا بفصل المكتفين واتضح أنهما سليمين خارج البوردة، إذن سنستثنيهما من الفحص. الآن سنقوم بفحص الديود. هذا الديود كما تلاحظون هو تالف، كما تلاحظون الديود تالف. سنتركه جريما وسنقوم مكان الرول الديود لنرى هل مازال الشورت على البوردة أم لا. لم يعد هناك شورت. سنقيس مكان الذي كانت فيه المكتفات، ليس هناك شورت. سنقوم المكان الآخر، ليس هناك شورت. إذن اختفى الشورت من البوردة. الآن سنقوم بتركيب المكتفين نفسهما لأنه اتضح أنهما يعملان بشكل جيد، لكن سنعوض الديود بديود آخر مماثل له. سأقوم بتركيب القطع. قمنا بإعادة المكتفين إلى مكانهما، وقمنا بتبديل الديود التالف كما تلاحظون. الآن سنقيس وسنلاحظ هل ما زال هناك شورت أم قد زال. أولا بالنسبة للديود سنقوم بالقياس على الديود. هنا تظهر قراءة عادية جدا. إذن الديود يعمل بشكل جيد. نمر للمكتف الأول، ليس هناك شورت. نمر للمكتف الثاني، ليس هناك شورت. إذن سنقوم الآن بتجريب الباور سبلاي داخل الجهاز وسنرى هل سيشتغل معنا. إذن نقوم سأقوم بوضع الباور سبلاي في هذه النقطة حتى لا يحدث تماس أو شيء. سنقوم بوضعها هنا ريتما نجربها. سأقوم بتشغيل الباور سبلاي حتى تمدنا ب 12 فولت. سنقوم بوضع السلكين في مكانهما، وكما قلت أنه بالنسبة لل 12 فولت أو للدي سي بصفة عامة فيكون الموجب من هذه الجهة. نقوم بوضع السالب في مكانه، نقوم بوضع الموجب، وكما ترون لقد ظهرت كتابة على واجهة الجهاز. سأظهر لكم بهذه الطريقة طريقة أفضل. سأقوم بوضع السلكين في مكانهما المخصص. كما تظهر لكم هنا، هنا تظهر كلمة البوت، كلمة on. وليست هناك حرارة على أي من مكوناته. سأقوم بإعادة التجربة عليه. كما تلاحظون
هناك كلمة بوت أون يعني الجهاز يشتغل بصورة طبيعية جدا. إذا وكما رأينا تم بفضل الله والحمد لله إصلاح مشكل الشورت على مستوى الباور سبلاي الخاصة بهذا الجهاز. وأعود للتذكير أن هذه الباور سبلاي تشتغل على الدي سي 12 فولت، لكن ليس هناك فرق كما الدي سي كما الأصي، بحيث أنه إذا كان شورت فهو شورت، لا يعني أن الدي سي تحدث فيه أعطال أكثر أو الإي سي أو المشكل غالبا يكون من الديودات أو الموسفيت. تم بفضل الله وحمده حل مشكلة الشورت واشتغل الجهاز بطريقة سليمة وعادية. أتمنى أن يكون الشرح قد نال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.